بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الجزئية اللي هنحلها النهاردة هي جزئية الدرس الثالث والرابع على الكلمات في الوحدة السابعة. أول سؤال بيقول لي a أو an question is the one that you don't expect. expect يعني يتوقع، حتى منها expectations اللي هي كانت عندنا في القصة اللي هي الآمال أو التوقعات. to get a specific answer to، إنك أنت بتسأل سؤال وأنت مش محتاج أو مش متوقع إجابة ليه، عايزك تفهم اللي هقولك ده كويس جدا وكده باللغة العربية الأول. لما تيجي تعمل برزنتيشن، أي برزنتيشن تعمله، فوانت بتتكلم في البرزنتيشن بتسأل الناس أسئلة. أنت كمقدم للبرزنتيشن بتسأل الأسئلة دي على سبيل إنك تفتح ذهن الناس، أنت مش مستني إجابات. على سبيل المثال، نفترض إن أنا عايز أعمل برزنتيشن مثلا عن أي موضوع، عن التكنولوجيا مثلا، فبقول مثلا على سبيل المثال في البرزنتيشن ده، التكنولوجيا واحدة من أهم الأشياء اللي بتأثر على حياة الأفراد اليومين دول، وليها تأثير كبير على الأفراد وعلى المجتمعات. هل تعتقد ان التكنولوجيا استطاعت ان تتخلل بيوتنا؟ وهل تمكنت التكنولوجيا من تغيير انماط حياتنا؟ وبكمل كلامي عادي جدا، انا سالت سؤالي مش مستنيك تجاوبني عليهم. فعشان كده بنسميه اسمه rhetorical question، اللي هو السؤال البلاغي. In today's world، في عالم اليوم، success is sometimes not by how much money you make from your job. في عالم اليوم النجاح احيانا بيحسب او بيعرف بكم المال اللي انت بتكسبه من وظيفتك. ريفاين ده بيتم تنقيته، ينقى. defined بيتم تعريفه. refused يعني يرفض، او رفض. appeared يعني ظهر. ففي اليومين دول النجاح بيعرف بكمية المال التي انت تكسبها. رقم 3 بيقول لك the refugees اللي هم اللاجئين يعني need urgent ايه، بيحتاجوا ايه عاجلة. audience اللي هو الجمهور. diagram اللي هو رسم التوضيحي. feedback تغذية وراجعة. aid يعني مساعدة. وهنا طبعا قبل ما نعدي دي عايزين نفتكر مع بعض كلمتين برضو مش جداد. عايز تعرف ان كلمة help دي بنستخدمها كفعل بمعنى يساعد. في الحتة دي ممكن نستخدمها بمعنى support برضو بيدعم او يساعد، ونستخدمها برضو بمعنى كلمة assist بمعنى يساعد او يدعم. كل ده كده فعل بمعنى يساعد. طيب النون منها، النون من help هو help برضو، النون من support هو برضو support، لكن النون من assist اسمه assistance. assistance اللي هي المساعدة، كل ده كده معناه مساعدة. طيب يبقى انا عايز تفهم ان الverb help support assist، النون help support assistance. خدنا هنا ايه؟ طيب امال ايه فيدباك؟ فيدباك دي اللي معناها التغذيه الراجعه. يعني ايه تغذيه الراجعه؟ زي كده بالظبط الراي. لما انت تكتب مقال وتدهولي اعلمه لك، فانا بديك الفيدباك، يعني بديك رايي. parents of students are invited to the graduation ايه، اباء الطلاب مدعوون للايه بتاع التخرج. كاتيجوري اللي هو تصنيف. سيرموني الاحتفال. سيرتيفيكت يعني شهاده. وكرياتيفيتي الابداع. قبل ما عدي كده عايزك تعرف ان كلمة certificate دي اللي هي الشهادة اللي احنا خدناها قبل كده بمعنى شهادة، certificate هي بتنطق certificate، يعني الاي دي ما بنشددهاش، ما نقولش certificate. رقم واحد، ممكن اقول death certificate اللي هي شهادة الوفاة. ممكن اقول marriage certificate اللي هي قسيمة الزواج. ممكن اقول purse certificate اللي هو شهادة الميلاد. وممكن اقول بقى graduation certificate اللي هو شهادة التخرج. فانت قدامك كده اربع شهادات بالترتيب. بتاخد شهادة اول واحدة كده death certificate اللي هي شهادة الوفاة، دي شهادة الوفاة. التانية marriage اللي هو شهادة الزواج اللي هي قسيمة الزواج يعني. birth اللي هو شهادة الميلاد. وعندك graduation اللي هي شهادة التخرج. الراجل انا بقول لك بقى يا سيدي ان انت الاباء مدعوون لحضور حفل تخرج ابنائهم، يبقى ceremony. most of my friends my brother's wedding، معظم اصدقائي عمل ايه يعني في حفل زفاف اخويا. بوز يتوقف لفتره ثم يكمل. وهنا في فرق بينها وبين ستوب. لما اقول لك ستوب سموكينج بطل تدخين خالص، لكن بوز ذا فيديو معناها اوقف الفيديو لفتره وبعدين كمله تاني. طيب الكلمه الثانيه بقى كلمه اورجانيز يعني ينظم، طبعا دي معروفه. وانديكيت يعني يشير الى او يؤشر او يوضح او يبين. طيب اخر كلمه بقى اتند اللي معناها يحضر. طبعا احنا مش محتاجين هنا انديكيت دي خالص، احنا محتاجين نقول ان معظم اصدقائي اتندد يعني حضروا حفل زفاف اخي. طيب رقم 6 فلاش كاردز. الفلاش كارد يعني البطاقات. فيديوز والفيديوهات والرسومات، كل دي عباره عن فيجوال ايدز. يعني ايه فيجوال ايدز؟ معناها مؤثرات بصريه. فيجوال دي حضرتك انا عايزك تعرف عنها ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه، اول حاجه كده نعرفها، ان كلمه فيجوال دي عشان نكتب بالقلم البارز شويه. فيجوال دي كده صفه بمعنى بصري بيجي بعدها اسم، دي كده معناها بصري. فلو قلنا في مثلا على سبيل المثال فيجوال ايدز اللي هي الوسائل او المساعدات البصريه، لو قلنا في جي وال واخرها اس، يبقى فيجوالز دي لوحدها كده ما ينفعش نجيب بعدها اسم.
فيجوالز دي كده اصلا لوحدها كده على بعضها معناها ايه؟ المؤثرات البصريه او الاشياء البصريه. بالمناسبه ممكن نقول برضو فيجوال افكتس اللي هي المؤثرات البصريه. فعايزك تفهم 3 حاجات كده، ان فيجوال لوحدها بنجيب بعدها اسم، فممكن نقول فيجوال ايدز، ممكن نقول فيجوال افكتس، لكن فيجوالز اللي اخرها اس، الاس دي حلت محل الاسمين اللي انت شايفهم قدامك دول. فهنا في الجمله بقى بيقول لك ان كل بيقول لك ان الفلاش كاردز الحاجات دي كلها عباره عن فيجوال ايدز، يعني مؤثرات او مساعدات بصريه بنستخدمها في التدريس. افتر نوت بعد الايه؟ يونج مين جوين ذا ارمي، بيدخلوا الجيش علشان الخدمه العسكريه، اكيد بعد التخرج واسمها جراجويشن. امال جراجويت؟ جراجويت دي معناها خريج، زي ما انت خدتها في الوحده الثانيه تقريبا. توك يعني حديث او يتحدث، بيكنيك دي ليها 3 معاني، بيكنيك معناها نزهه كاسم، وبنستخدمها بمعنى يتنزه كفعل، وبنستخدمها بمعنى الطعام الفسحه وطعام النزهه، يبقى لها 3 معاني. بس كلمه جراجويت زي ما اتفقنا قبل كده وزي ما قلنا قبل كده وعايزين ناكد تاني، ركز معايا كده، انت بتقول جراجويت، جراجويت فروم، وبعدين بنجيب بعدها اسم الجامعه. رقم 2 جراجويت از، وبعدها الوظيفه اللي انت طلعت متخرج بيها، وجراجويت ان، وبعدها المجال اللي انت تخرجت فيه او السنه. طيب عايزك تفهم كده انك ممكن تقول جراجويت فروم كايرو يونيفرسيتي، يتخرج من جامعه القاهره، از دكتور يعني يتخرج كطبيب، ان ميديسن يعني في مجال الطب، ان 2007 في 2007، ده بالنسبه لكلمه graduate اللي هي اصلا كفاعل. عندك بقى كناون كلمه grad وده اهي لازم يكون، بما انها نون يعني لازم يكون قبلها فاقول لك a graduate of و a graduate in. على سبيل المثال a graduate of ونجيب بعدها الجامعه، لكن a graduate in بعدها المجال. وهنا في ملحوظه ممكن تتلخبط فيها، انت قلت لي هنا جامعه وهنا جامعه، ايوه ما هو انت لما تقول لي graduate from معناها يتخرج من، لكن جراجويت اوف معناها خريج، وجمعها بقى جراجويتس اوف مثلا كايرو يونيفرسيتي يعني خريجو جامعه القاهره. انت حضرتك في الجمله دي بتقول لي الايه؟ بيدخل الجيش عشان الخدمه، هنا في رقم 7 الاول، بعد التخرج يبقى افتر جراجويشن. طيب الايه بقى؟ بيدخل الجيش علشان الخدمه العسكريه، يبقى جراجويت اللي هو الخريج. طيب I got my university not in 1998، انا حصلت على الدرجه الجامعيه، يبقى university degree، degree معناها درجه جامعيه، واحنا حللنا الفرق بين degree و grade في الفيديو بتاع الامتحان اللي فات، لو ما سمعتوش اسمعه. طيب it was not easy for me to give presentation to not I did not know for the first time. بقول لك انا كان صعب عليا، لم يكن سهلا ان انا اقدم عرضا تقديميا الى الاودينس الجمهور اللي انا مش عارفهم. I look forward to بعدها الفعل المضاف الى ing، اتطلع الى الحصول على my general secondary education certificate يعني شهاده التعليم الثانوي العام، يبقى certificate اللي هو الشهاده، category قلنا تصنيف، ceremony اللي هو الاحتفال، وcreativity اللي هي الابداع. الجمله اللي بعد كده في رقم 12 هي مش واضحه بس اكيد الكتاب قدامك وانت بتتابع معايا من الكتاب. أول سؤال بيقول لك during your presentation أثناء عرضك التقديمي you may need to ربما تحتاج أنك تعمل إيه for a few seconds after saying something that you want audiences to remember. لو أنت قلت حاجة وعايز الجمهور ينتظ يعني يفتكرها، فأنت محتاج أنك تعمل إيه لمدة ثواني معدودات، أكيد بوز، وإحنا قلنا بوز دي معناها توقف مؤقتا، أنك تقول حاجة كده وتقف. organize ينظم، indicate يشير إلى ويؤشر، وattend يعني يحضر. وهنا انا عملت لك على كلمه نيد تو دايره عشان ما انساش اقول لك ان كلمه نيد تو بنجيب بعدها الفعل في المصدر، لكن نيد لوحدها بنجيب بعدها الاسم، عشان كده انت ممكن تقول اي نيد تو ليف ناو، انا يجب ان اغادر الان، ممكن تقول اي نيد سم ووتر، انا بحاجه لبعض المال او لبعض الماء سوري. طيب فاحنا كده خدنا بوز. رقم 2 اللي هي 13 يعني مستر بليغ ووز دريست ان، was dressed in يعني مستر بليغ ده كان يرتدي ايه؟ بلاك سوت يعني بدلة سوداء. ريتوريكال معناها زي ما اتفقنا بلاغي، فيجوال يعني بصري، كومبليكيتد يعني معقد، لكن إليجنت اللي معناها انيق، بتساوي كلمة سمارت ما تنساهاش، وبتساوي كمان كلمة ستايلش ما تنساهمش ال3 كلمات، يبقى إليجنت سمارت وستايلش التلاتة بنفس المعنى. طيب رقم 14 في حته برضو في موضوع دريس دي، عشان احنا كنا خدناها قبل كده في سنه اولى ثانوي، فمن باب الشيء بالشيء يذكر يعني، كلمه دريس دي كده لوحدها كناون بمعنى فستان. طب لو قلنا بي دريست ان بتساوي وير،
لما نقول لك مثلا he she was dressed in مثلا a jacket، يعني هي كانت لابسة جاكيت. بدل دي ممكن نقول، بدل ما نقول she was dressed in ممكن نقول she wore a jacket. يبقى was dressed in بتساوي wore. في ده رقم واحد. رقم اتنين، المحاضرة التالتة بقى اللي هي كلمة put on. put on دي معناها بيلبس الآن. دخلت على واحد لقيته بيقفل في زراير الجاكيت، يبقى كده تقول he was putting on a jacket، يعني كان بيلبس، يعني كان شغال بيلبس، لسه بيلبس. طيب دخلت لقيته لابس الجاكيت اصلا، فتقول he wore a jacket او was dressed in a jacket. طيب الحته الرابعه بقى، المحاضره الرابعه اللي لها علاقه بالموضوع دي، ممكن نستخدم dress ونجيب بعدها مفعول. دي بمعنى يلبس شخصا ملابسه، عشان كده تقول مثلا mother dresses، يعني الامهات بتلبس their children، يعني الامهات بتلبس اطفالهن. يبقى انت عندك كده واحده واحده كده، ركز معايا. اول ملحوظه قلتها لك ان كلمه dress دي كناون معناها فستان، be dressed in معناها يلبس، بتساوي wear معناهم يلبس، يعني لابس حاجه معينه. طيب put on دي معناها بيلبس دلوقتي قدام عينك وانت شايفه بيقفل الزراير وهكذا. طيب ارجع بقى لجملتك الجميله دي كده اللي كانت هنا، ملهاش علاقه باللي انا قلته طبعا، بس ده ملحوظات عايزك تعرفها عشان الانجليزي كتاب مفتوح. giving a not to foreign audience needs good preparation، انك تقدم ايه لجمهور اجنبي محتاج اعداد، اكيد لجمهور يعني، يبقى تدي لهم توك. وعلى فكره كان ممكن نستخدم كلمه سبيتش هنا، وممكن نستخدم كمان برزنتيشن. اوعى تنسى بيكنيك دي، احنا قلنا لها ثلاث معاني، بيكنيك يتنزه، بيكنيك نزهه، بيكنيك طعام النزهه، بس طبعا بمعنى طعام النزهه فهي اسم معدود فهنقول graduate دي كفعل بمعنى يتخرج، لو احنا عايزينها اسم فهنقول graduate بمعنى خريج، وgraduation ده التخرج او التأهل دي اسم. she made much not from selling clothes، هي كسبت فلوس كتيرة من بيع الملابس. ركز معايا، تكنيك دي معناها تقنية او اسلوب، ملهاش علاقة بالموضوع طبعا وفقا للترجمة. profit دي اللي معناها ربح، واكيد هي دي الاجابة، هي عملت ربح من بيع الملابس. short notice دي معناها ملحوظة، وdegree معناها درجة علمية او درجة حرارة. sometimes it's difficult to provide not without making someone angry، احيانا صعب انك تقدم ايه من غير ما تزعل الناس منك. audience يعني جمهور، diagram رسم، وفيدباك يعني تغذيه راجعه. وزي ما قلت لك كلمه فيدباك دي ممكن هنا تديك معنى كلمه opinion اللي هو الراي. طب ايه طبعا مساعده او دعم. طيب رقم 17، is what makes you different، هو ما يجعلك مختلفا. ايه هو يا ترى؟ creativity الابداع، certificate الشهادة، ceremony الاحتفال، و pause اللي معناها توقف لفترة قصيرة، فأكيد creativity اللي هو الإبداع. 18 بيقول لك your bad marks، درجاتك السيئة in physics في الفيزياء، not that you need to work harder to be better at it، درجاتك السيئة في الفيزياء بتشير أو توضح أنك محتاج بحالة العمل الجاد، يبقى indicate attend يعني يحضر، ومعناها كمان يرافق. أوعى تنسى المعنى ده، يعني إيه يرافق؟ على سبيل المثال ممكن اقول لك مثلا a group، على سبيل المثال a group of soldiers، يعني مجموعه من الجنود، هنا i attended the officer، يعني مجموعه من الجنود رافقوا الضابط. فكلمه attend هنا بمعنى يرافق، يعني يمشي معه. طب 19 using a language، استخدام انهي لغه؟ in presentation makes it difficult for your audience، بتخلي من الصعب للجمهور بتاعك ان يفهم انت عايز تقول ايه. اكيد استخدام لغه معقده complicated. بالمناسبه complicated دي اختها التانية اسمها complex، وعكس الاثنين دول simple اللي هي اللغه البسيطه. elegant طبعا زي ما قلنا جميل، وركز معايا وافتكر معايا، بتساوي smart. يلا وبتساوي مين تاني الجديده؟ بتساوي stylish، لما اقول لك الواد ده stylish يعني الواد ده انيق. visual دي بصري، visual aids، visual effects، وممكن نقول visuals وما نجيبش بعد اسم. rhetorical اللي هو معناها السؤال البلاغي او معناها بلاغي. طيب I have gone on a not with my close friends. close friends الاصدقاء المقربون، عايزك تفهم كده وتبقى مخربش ان دي هنا عباره عن adjective يعني صفه. انت بقول لك ان انا استمريت في ايه مع اصدقائي المقربين. picnic يعني نزهه، talk يعني حديث، و graduate يتخرج او خريج، و graduation هو التخرج. الراجل عايز يقول لك ان انا ذهبت في ايه مع اصدقائي المقربين، يبقى picnic يعني ذهبت في نزهه مع اصدقائي. it's a bit a but can you come tomorrow دي بس ملحوظة بسيطة
هل يمكنك أن تأتي غدا مبكرا؟ يبقى شورت نوتس، درجة علمية ديجري، بروفيت ربح، وتكنيك تقنية. بعد كده رقم 22 از وان اوف ذا فيجوالز، واحدة من المؤثرات البصرية. خد بالك مديني الابوستر، مديني اس، يبقى مفيش بقى أداة اسم. البريزنتر كان امبلوي، امبلوي دي معناها يوظف او يستغل. ركز، امبلوي دي كان لها قصة احنا كنا حكيناها برضو قبل كده، عايزك تفتكر معايا كده. كنا قبل كده قلنا امبلوي دي فيرب بمعنى يوظف، سواء يوظف واحد في شركة او يوظف مثلا على سبيل المثال يوظف الكلمات بشكل دقيق وهكذا. ومعناها كمان يستغل. don't employ your child يعني لا تستغل ابنك، بتساوي كلمة exploit هنا في المعنى ده كده، بتساوي كلمة exploit اللي هو يستغل. طيب عندك كمان employer، دي لها معنيين، صاحب العمل، الراجل صاحب الشغل يعني، ومعناها كمان جهة العمل او جهة التوظيف. طب employee اللي اخرها 2 ايه، دي معناها الموظف اللي هو العامل نفسه اللي بيشتغل معاك، بتساوي worker. طيب employment على بعضها كده، دي معناها التوظيف نفسه، العمالة. ولو استخدمناها كاسم لا يعد، كاسم لا يعد، هتساوي كلمة a job يعني وظيفة. يبقى انت بقى a job وظيفة و employment وظيفة. طيب ارجع كده تاني جملتك اللي انت بتحل فيها 23 22 is one of the visuals، واحدة من المؤثرات البصرية. a presenter can employ، التي يمكن للمقدم يعني ان يستخدمها ويستغلها. اودينس الجمهور، ودياجرام الرسومات التوضيحية، فيدباك تغذية راجعة، او ايد اللي هي مساعدة او مساعدة او يساعد. people are different، الناس مختلفين. this makes it difficult to put them into، وعشان كده هو صعب ان احنا نحطهم في كاتيجوري، لانك انت محتاج مليار كاتيجوري بقى. سيرموني الاحتفال، سيرتيفيكت شهادة، وكرياتيفيتي الابداع. سوشيبل ستودنتس الطلاب الاجتماعيون، are better at not picnics، هم جيدون في انهم بيعملوا ايه في الرحلات. بوز يعني يوقف لفترة قصيرة، اورجانيز ينظم، انديكيت يشير الى او يوضح، وليفت يعني يرفع، فهم شطار في تنظيم الرحلات. ماي ماذر ميد ذا بيكنيك، امي عملت البيكنيك، اند بوت مش عارف طبعا بيكنيك هنا مطلوب بيها مقصود بيها طعام الرحلة ولا رحلة ولا نزهة مش عارفين، كمل كده. اند بوت ات انتو باج، وحطها في شنطة. هي هتعمل ايه وتحطها لك في شنطة حضرتك؟ هتعمل لك اكيد طعام الرحلة، يعني معنى كده دي مقصود بيها الاوت دور ميل، الوجبة اللي هناكلها في الخارج. وخد بالك الراجل قال لك هنا او الدور ميل عشان دي صفه للوجبه. طيب asking rhetorical question، انك تسال اسئله بلاغيه، هو ايه بيستخدم في البرزنتيشن؟ ده تكنيك يعني تقنيه بتستخدم في البرزنتيشن. بعد كده يا فندم حضرتك تدخل على الميني تيستس اللطاف اللي هنا دول. I do not believe the stories he not us about his generosity. I know he is a miser. أنا عارف إن هو راجل بائس يعني فقير وحالته زي الزفت. فأنا لا أصدق القصص التي هو يخبرها إيانا. يبقى tells us. طب يا مستر ما في مصطلح اسمه make stories زي نظام invent stories يعني يختلق قصص. أيوة ما هو عشان قال لك هنا us يعني يخبرنا. مش هنقول يختلقنا. We are discussing the findings. Findings نتائج، كان في كلمتين بنسويها فاكر أنت أكيد. findings ممكن نحط مكانها results، واحيانا نحط مكانها consequences اللي هي برضو معناها نتائج. احنا بنتناقش في نتائج البحث. my team have، التي فريقي قام بها. do a research او do research يقوم بعمل بحث. امير is good at not picnics، امير جيد في تنظيم الرحلات، يبقى organizing picnics. i need to look at the notes i not، هنا قبل ما نحل السؤال ده نفتكر مع بعض احنا قلنا دي مليار و700 مره، اللي هي ايه اللي احنا قلناها مليار و700 مره دي؟ قلنا ممكن نقول make notes ده رقم واحد، ممكن نقول take notes دي التانية، وكمان ممكن نقول write down notes. كل دول كده بمعنى يسجل ملاحظات. وارجع بقى لجملتك الجميلة I need to look at the notes I، والله ما دام فيها notes يبقى made او took الاتنين ينفعوا. الصفحة اللي بعد كده بقولك I am proud of، أنا فخور بكوني. proud دي كان لها تلات حاجات خدناهم اللي هما كانوا be proud of، وبعدين اسم أو ing be proud to، وبعدها الفعل في المصدر take pride in، أو طبعا اسم أو ing مثلا، وboost اللي هي boast الناس دي كلها معناها يتفاخر او يتباهى. طيب هنا في الجملة الراجل بيقول لك
I am proud of، يبقى be proud of يعني being Egyptian. ده معناها ان I take pride in، انا اتفاخر ب being Egyptian. It's not always right to compare a child، ليس من المنطق ان تقارن الطفل بالاطفال الاخرين. يبقى compare with، compare دي عايزك تفتكر معانا كده انت خدتها قبل كده بمعنيين او بيجي معاها حرفين جر. compare شيء تو شيء تاني، وعندك برضو compare شيء with شيء تاني. compare to و compare with. compare to معناها يقارن لإظهار أوجه الشبه. طب compare with دي لإظهار الاختلافات. على سبيل المثال ممكن أقول لك مثلا my teacher، my teacher معلمي. compared the universe to a ball to make it easy، to make it easy for us to understand. يعني ايه بقى الكلام الجميل ده to understand؟ معنى الجملة ديت ان المدرس شبه لنا الكون بان هو كرة، يعني بيشبه الكون بالكرة. طب وما لو قلت لك مثلا compare علي with منى، يعني انا قلت لك ان علي طويل ومنى قصيرة، علي سريع ومنى بطيئة، وهكذا يعني. طيب رقم ثلاثة بيقول لك we agree to meet not midday. midday و midnight كانت في الوحدة الأولى at midday. each child has، خد بالك بعد each بنجيب اسم مفرد وبعدين الفعل مفرد، واحنا قلناها قبل كده. the right a good education. have the right، have the right to يعني له الحق في، يبقى to good education. طيب رقم خمسة مستر محمد has not it clear، جعله من الواضح، يبقى made it clear، ما فيهاش أي مشكلة. الجملة بقى دي عايزك تفهمها عشان خلبوصة شوية. وامك محمد صلاح ده is the first Egyptian footballer to win the golden boot in the Premier League. محمد صلاح ده أول لعيب مصري، خد بالك وقال لك مصري. طيب في اللي بعدها تحت بيقول لك بقى الجملة دي معناها إيه؟ معناها إن هو was the first player ever، أول لعيب على الإطلاق. لا مش أول لعيب على الإطلاق، ده هو أول لعيب مصري. لو أنت قلت لي دي معناها إن هو كان أول لعيب في الدنيا كلها ياخد الجايزة. طب is the first footballer أول لعيب، دي زي اللي فوق بالظبط بس دي ماضي ودي مضارع. طب رقم سي ودي الإجابة is the first Egyptian، انت بتقول محمد صلاح هو أول لعيب مصري يعني first Egyptian to win، معنى كده ان في ناس كتير فازوا بيها قبله بس هو أول واحد مصري. these are the prizes we are giving to tubers. دي الجوائز اللي احنا بنوزعها على التوبرز اللي هم المتفوقين أو الفائقين. كلمة يوزع اسمها give out، يبقى رقم بي. teenagers اللي هم المراهقين ما زالوا بحاجة إلى بعض ال guidance. guidance اللي هو الإرشاد. كلمة teenagers لما المراهقين ممكن نحط مكانها young people. طب ليه يا مستر مش young men؟ young men يبقى يبقى الرجالة بس، young boys الولاد بس. young دي معناها صغير السن، ملهاش علاقة بالموضوع. the applicants personal photo، صور المتقدمين الشخصية. are attached to يعني مرفقة به. خدنا قبل كده كلمة attachment دي اللي معناها المرفق ومعناها ارتباط عاطفي. ويوم انا قلت لك ان كان في كلب عندك وانت بتربيه، الكلب ده مات فانت زعلان لان كان في اتاتشمنت بينك وبين الكلب، في ارتباط عاطفي بينك وبين الكلب. she unlocked the door، فتحت الباب. and walked ايه بقى قبل ما حل؟ عايزك تفتكر او تعرف تحفظ دي كده كويس، ان عندك walk مثلا على سبيل المثال بيجي بعدها in وانتو. عندك نفس الكلام move بنجيب بعدها in وانتو. الفرق بينهم في الاتي، ان اللي فيها انتو دي لازم يكون بعدها مفعول، اللي فيها into لازم يكون بعدها مفعول. فممكن اقول لك I walked into the room او I opened the door and walked in، واسكت على كده. we didn't move in، لم ننتقل، واسكت على كده. لكن move into a house، الراجل هنا ما ادانيش مفعول، اذا يبقى walked in على طول وبس. الاجابة رقم B. طيب I'm going to join university، سألتحق بالجامعة. سوف ألتحق ده مستقبل حلو، مينفعش نقول in the past ولا 2020 اللي فاتت ولا last year لانك بتكلم عن مستقبل، يبقى in the year to come اللي هي بتساوي next year بالظبط. طيب بعد كده عندك جملتين تحت. next week الاسبوع المقبل means the week to come زي ما قلنا، وعلى فكرة ممكن نقول the coming week. I opened the gate and gate اللي هي البوابة and carefully walked ايه في مفعول؟ لا يبقى walked in. طب I opened the gate and walked ومديني مفعول، يبقى أنا عايز walk into، ما هو walk into مفعول لكن walk in من غير مفعول. I am proud، proud يا مستر عايزة to، الفعل في المصدر، يا إما of وبعدين اسم. my success ده اسم يبقى أنت عايز of.
I am proud جايب بعدها بي مصدر، يبقى دي تو المصدر. I take pride in، واحنا حفظناها take pride in يتفاخر او يتباهى بي. طيب احنا كده خلصنا الجزئية الخاصة بملاحظات كلمات الوحدة الدرس التالت والرابع. عايزك تركز معايا كده، تابع معايا، احنا نزلنا في الوحدة السابعة اللي نزل لحد دلوقتي. لو انت في حاجة فاتتك يا ريت تجيبها. نزلنا فيديو ملاحظات الكلمات، ده نزل رقم 2. نزلنا فيديو حل الكلمات الخاصة في الدرس الأولاني والتاني، ونزلنا فيديو شرح القاعدة بتاعت الدرس الأول والتاني، وفيديو حل القاعدة بتاع الأول والتاني. والفيديو اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي ده حضرتك هو فيديو حل التالت والرابع كلمات. لسه هينزل في الجزئية ديت فيديو شرح قاعدة التالت والرابع، وهينزل بقى الفيديو الأخير كده طبعا فيديو شرح القاعدة وفيديو حل القاعدة، هيكونوا في نفس اليوم مع بعض عشان عايزين ننجز شوية. وهيتبقى معانا فيديو الخمسة والستة ده، أو الجزء الخامس والسادس، يبقى كده آخر حاجة. إذا أنت هتستنى كام فيديو كده في الوحدة دي؟ أول حاجة ده 1 2 3 4 5 6 7 8، في 8 فيديوهات نزلوا في الوحدة دي أو هينزلوا في الوحدة. اللي بالأحمر ده نزل، الباقي ده لسه هينزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.